في عدة تفسيرات، لكن يبدو التفسير اللي أقرب إلى القبول. تعرفون أنتو قبل الفتح الإسلامي كان الذي يحكم شبه الجزيرة الإيبيرية قوم اسمهم القوط، غوثس بالإنجليزي، غودوس بالإسباني. هؤلاء أصلهم من ألمانيا وجاءوا واحتلوا، وقرون بقوا وأصبحوا كأهل البلاد. حكموا الأندلس قرنين حتى كان الفتح الإسلامي. قبلهم أيضا مثلهم أيضا احتلوا الأندلس أو أخذوها أو حكموها، شو تريد استعمل، اسمهم الوندال، فندالز بالفي. أصبح هذه شبه الجزيرة هي بلدهم، فمثل ما نقول البغداديون يعني أي بلد كويتيون مثلا أهل هذا. فأهل الأندلس من الوندال اسمهم فاندلوزيا. فجو المسلمين رأوا هذه العبارة وغيروها، أصبحت الأندلس. فهذه